حرقوني في كبدتي. كي درتي امي مشيتي تلقيتي هذا الخبر هذا؟ وشحال في العمر الوليد ديالك؟ 10 سنين عنده. 10 سنين كي درتي تلقيتي هذا الخبر امي مشي؟ في الكوميسيات عيطوا لي قالوا لي راه تقتل. واخا شحال هو متغيب هذا الولد؟ غير ليله ونهار. واخا معايش خرج من الدار؟ الخمسه راه مازال هنا في العرس. الخمسه مازال هنا في الحومه. من بعد مشيتي داكلاريتي عند البوليس؟ مشيت. شنو قالوا لك البوليس؟ قال لك جيبي الحاله المدنيه والتصويره ديالك. اها منين جبتي لهم الحاله المدنيه والتصويره؟ ما جبتيهاش انا، ما لقيتش الحاله المدنيه. جيبي الحاله المدنيه وكم ما جبتهاش ما لقيتهاش. قال لك لا سيري جيبيها. صافي دات السميه، عطيت السميه ديالو، عطيت الكنيه، عطيت سميتي وجيت بحال جيت انا كنقلب. بقيت كنقلب حتى الخمسة الصباح. اها دخلت للدار بقيت كنتسنى فيه دابا يدخل دابا يدخل. على مدى السبعة وتخرجت شدات وبيت نقلبو. اها دارت الخمسة مشات هي للدار نعست، انا جيت لداري نعست. بقيت جالسة ما دانيش النعاس، بقيت جالسة حدا في الدرج. اها هو غيحل الباب، هو غيحل الباب، دابا يدفع الباب ما باش. دارت السبعة وتخرجت. اها مشيت انا للسرير كنقلب، شات جدات محمد القاميس ما لقاتوش. اها صافي جينا لهنا عاوتاني، مشيت لكوميسيريات السباته. صافي جيت بحال هادي، مشيت بديت نقلب قيله كنقلب. اها جمعت الناس مشيت كنقلب، الدراري غبتهم كل واحد فين كيمشي. اها خلينا جنان بالحليمه، ما خلينا حتى شي بلاصه. اها ما لقيناش الاثر ديالو، ولدي كندوز محداه وما لقيتوش. تسنى تسنى والو. اها بعد شويه شي 10 ولا داكشي هما يصوني معايا، قالوا لي راه ولدك مات. عاد بدا هو معايا. شكون اللي صونا عليك؟ جداته. ها يعني جداته من طرف من توصلات الخبر ديال الموت ديال هاد الصبي الصغير. ملي غبتهم قلت لهم سيروا قلبوا لي عليه، ومشاو ساكن كيقلبوا عليه. داو البريكه ومشاو داك البيلو كيقلبوا. 8 د العزاله اللي جمعت كلهم مشاو كيقلبوا، كنت غاديه معاهم. قالوا لي لا سيري انت للكوميساريه دير لهم التصويره. اها وعاد اجي. انا وصلت للكوميساريه بقيت جالسه ثلاثه السوايع وانا معاهم جالسه. عاد وصلتني عاد هضر معايا معايا قلت لها راميدا تقيد بها الرسميه ديال الولد هنا في راميدا. اها قيد ديك الساعات بداو معايا عاد كيبداو يعيطوا لي، قالوا لي صافي مات، سمحت لهم بداك الشيء وجيت للشارج. انا تنطالب هذا السيد اللي تكرفسني على ولدي، قلت له بغيت اعدام بصح قلت له صاحب الجلال، وكنطالب من السيد لا يشوف هذه الجريمه. يعني حتى حاجه ما غاديش تفري لك الغليل ديال الكبد ديالك. يعني ولد عباد الله فهموها، راه ولد عنده 10 سنين، راه ماشي عنده عام ولا عامين نقولوا غيعاود يتخلف. راه ولد 10 سنين ديال تماره، راه ماشي مره ساكنه في حي شعبي، راه مره اللي تتصرف عليها بالليل وبالنهار وتتجبدها بعرقها. لقيت قدام على راسي كنجي وتنعطيها له، تيقول لي احسن ام عندي، ويبوسني ويقول لي احسن ام انتيا عندي. واخا امي يمشي، واخا امي يمشي، انتي تكويتي وتحرقتي، ما طالبه بوالو، طالبه الله ياخذ لك الحق، انتي ما مطالبه بتا شي حاجه، حنا مطالبين بحاجه وحده، السي الحموشي، الجهات المعنيه، الناس اللي عندها الاولاد، عباد الله، راه هاد المراه راه محروقه، ودير ولدك ولا بنتك وغيختطفوه لك وغيختصبوه لك وغيختصبوه لك، وغادي تصبر وغادي تجلس، الله يحسن عوانها. الله يحسن عوانها، وانا مغتصب ودري وعباد الله ولا اله الا الله، ولا دري ولا ماشي بنت، باش اننا غادي نقولوا شي واحد فرغ فيه الغريزه ديالو، وراه دري رجل المستقبل ياخذ حقي. كنت انا سيد جلال الملك ياخذ لي حقي. هاد السيد راه قتلني انا، دخل سالا معايا ولدي، انا كنطلب من جلالة الملك ياخذ لي حقي. هذا اللي كنت كنفسر على ولدي وعذبوا داك العذاب اللي خلى شانقو ديالو بحال شي حولي.